حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع كبير في أسعار الحنطة والمنتجات التي تدخل في صناعتها ما لم تقم الحكومة الحالية في العراق بإجراءات سريعة. وقال الخبراء إن الأمر لا يقتصر على ارتفاع الأسعار، حيث ستشهد الأسواق قلة في كثير من المنتجات الغذائية المستوردة، قسم منها يمكن أن يتم تغطيته بمنتجات محلية وأخرى لن يتم تعويضها وقد تختفي من الأسواق. أغلق خام البصرة على خسائر أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 15% بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ دولاراً وعشرين سنتاً ليصل إلى 68 دولاراً واثنين وأربعين سنتاً، فيما أغلق خام برنت على انخفاض أيضاً بمقدار 12 سنتاً ليصل إلى 78 دولاراً وسبعة وخمسين سنتاً. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع طفيف بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 73 دولاراً وسبعة وسبعين سنتاً للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية ببغداد فيما استقرت في أسواق أربيل. وفي أسواق الجملة سجل سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 404,000 دينار، وسجل الذهب العراقي ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا أيضا عند 374,000 دينار، وبلغ سعر الشراء 370,000. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت لتصل إلى أكثر من 350,000 برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وبحسب الإدارة فإن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت 5,104,000 برميل يومياً، بينما بلغت صادرات العراق النفطية لأمريكا 354,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً عن الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت الصادرات النفطية لأمريكا 289,000 برميل يومياً. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية بلغت مستويات قياسية في عام 2022. قالت المنظمة إن أسعار السلع الغذائية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق في شهر آذار بعد أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر شباط الماضي. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية في عام 2022 نحو 134 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعا يصل إلى 18 نقطة بالمقارنة مع عام 2021. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. Thank you.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.